زي ما كنا بننوه مع حضراتكم نوستالجيا دي الفقره المحببه مش بس لجمهور يعني 10 صبح في الاهلي او جمهور الاهلي، لا لينا انا وكريم كمان، ويمكن احنا نوهنا عنها في اول يعني الافتتاح خالص بتاع قناه الاهلي او التجديد بتاعه، قلنا هنعمل فقره ثابته عن النوستالجيا لان كلنا اكيد بنحب نرجع بالذكريات ونسمع عن لعيبتنا وابطالنا والتاريخ والارقام وغيره وغيره. خلينا نتكلم عن تحديدا منتخب مصر والذكريات الجميله مع يعني ضيفنا العزيز جدا، هو بقاله فتره غايب، استاذ محمد صادق مدير مؤسسه الارشيف العربي. يا صباح الفل عليك. صباح النور عليك يا استاذ نهوان، صباح الخير يا استاذ كريم. صباح العسل، سعداء بوجود حضرتك. والله زمان ايوه كان في روسيا يا استاذ صادق يا ست الكل، سايبنا احنا هنا في العجوزه وهو بيروج في روسيا. الحمد لله على سلامتك. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يحفظك يا فندم. عايزين النهارده بقى طبعا نتكلم عن يعني ايه منتخب مصر والتصفيات المؤهله للمونديال، او منتخب مصر والمشاركه في المونديال، يعني ممكن حتى نبتدي من اول 90 ولا عايز ترجع بالزمن اللي قبل كده؟ احنا النهارده اتفقنا ان احنا عشان تصفيات كاس العالم قلنا هنعمل حاجه على منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه. ماشي. احنا كل انتباهنا رايح لكاس العالم، لكن برضو كاس الامم الافريقيه واحنا يعني الرمز واحنا اكبر دوله واخده بطولات واحنا التاريخ واحنا مؤسسين الاتحاد الافريقي والاتحاد الافريقي مقر هنا في مصر، فقلنا النهارده نعمل حاجه الفقره دي هنعملها على الامم الافريقيه والفرقه الجايه عن كاس العالم. ماشي. يكون بنت الرؤيه هنلاعب الفرقه مين مهما تكون قويه مهما تكون فرقه احنا يعني الفرقه دي كلها لعبناها وكسبناها. لو شفنا التصنيف خمس فرق الكبار دولت اللي احنا هنلعبهم اي فرقه منهم كلهم كسبناهم وكلهم وصلنا عن طريقهم كاس العالم، فمفيش حاجه صعبه. ده رساله للشعب المصري ان مفيش حاجه صعبه، احنا رجالتنا قد اي فرقه ان شاء الله. النهارده هنتكلم عن كاس الامم الافريقيه وبدايتها وازاي بدات وازاي الاتحاد الافريقي بدا، وفي شويه صور هنعرضها ان شاء الله ان من اول 1957 ما بدات الاتحاد الافريقي هنا حول اجتماع ويكون هنا مقره في مصر، وازاي القيمه والقامه رحمه الله استاذ مراد فهمي ان هو ازاي ان هو كان من اوائل الناس اللي هم انشاوا الاتحاد الافريقي في مصر في 1957، وبعد كده اتفقوا مع بعضيهم وجا في صوره هنا جايبه جميع من كل افريقيا من مصر والسودان ومن اثيوبيا ومن جنوب افريقيا اكتر من رمز اهي. شكرا. اول صوره اهي جايبه اول اجتماع للاتحاد الافريقي في مصر، ها ان هم يعملوا بطوله تجمع الدول الافريقيه وتزود العلاقات والمحبه بين الدول الافريقيه. سنه 57 57 ده اول اجتماع اللي هم اتفقوا فيه، وكان في هنا في مصر ان هم يعملوا بطوله افريقيه تجمع بين الدول الافريقيه لزياده المحبه والترابط الرياضي والفني والثقافي. جميل. فعملوا بطوله وقالوا ان اول بطوله هنعملها في الشقيقه الدوله السودان. ورحنا السودان وكان فيها ثلاث فرق مشتركه، مصر والسودان واثيوبيا. ثلاث فرق هم لعبوا اول بطوله، وكان اول ماتش لينا، وسبحان الله يعني احنا لعبنا بطولتين ورا بعض نفس الفرق، ها وده ماتش يجي في الاول ده يجي يعني اول ماتش لعبناه كان مصر والسودان، واول جون كان احرزه اللاعب اهو كسبنا 2-1. كان الكابتن رأفت عطيه جاب جون والكابتن الديبه جاب الجون الثاني وكسبنا السودان 2-1 في اول لقاء، وكان ده في ام درمان في العاصمه السودانيه. ده بنتكلم سنه كام تحديدا؟ 1957. ودي اول بطوله اتلعبت في يعني امم الافريقيه، وكان باشتراك ثلاث دول مصر السودان اثيوبيا، وكان ده او جايب حتى الصورتين هم اللاعبين المتصورين، كابتن رافض هتلعب الزمالك وكابتن ديو لاعب الاتحاد. تمام. الجميل بقى احنا كانت يعني تختلف زي دلوقتي بقى 16 فريق و24 فريق، دي كانت وقتها على الضيق ثلاثه بس. اي حاجه بتبدا كده طبعا على بسيط، وبتبدا مع حب الافريقيا والرئيس السيسي ما شاء الله يعني لما رجعنا لنا افريقيا ثانيه وبقينا في حضنها بقينا حاجه واحده، ها فده كويس لما نرجع لافريقيا وتاريخها محبه لمصر. الماتش الثاني جميل قوي بقى، ليه؟ لعبنا مع اثيوبنا كسبنا اثيوبيا كسبناها، او الحبشه كان ساعتها ليه اكتر من اسم الحبشه وهيلا سلاسي ودلوقتي اثيوبيا وحاجات زي كده. فدلوقتي لعبنا الماتش ده عملنا ماتش نتيجه حلوه قوي كسبنا 4-0. حلو. والجميل تقدم اهو ده جميل. والجميل اللي جاب الاربع تجوان مين؟ كابتن الديبه. كابتن الديبه كان لاعب فريق العظيم نادي الاتحاد، انا بحب نادي الاتحاد قوي. لو ترجع للنادي الاهلي زمان كان دي شأن كبير، لما ترجع للنادي الاهلي في تاريخه كان كل لقاء قبل يبدا الموسم الرياضي يعملوا لقاء حبي
الاهلي والاتحاد، فكانت بتوطد العلاقه الى الان على مدار 100 سنه علاقة بين الاهلي والاتحاد قويه جدا. بس واضح ان كابتن الديبة ده حاجه ما اتكلمنا اكتر عنه برضه. كابتن الديبة ده ليه قصه جميله يعني وواقعة. اول مره جول والتاني اربعه، اربع تجوان ورا، بتتكلم في حد مش سهل ابدا. ده مش احرز هاتريك، ده احرز سوبر هاتريك، وده اول لعيب في اول بطوله يعمل حاجه زي كده، وده التاريخ بيقول. كابتن الديبة لاعب الاتحاد العظيم اللي كان اصلا بعد كده بقى حكم دولي، وليه قصه شهيره قوي ماتش الاهلي والزمالك. ايه اللي حصل؟ كابتن مروان كان بيحكم الاهلي والزمالك، وكابتن مروان ياخد الكوره، وطبعا الحارس جوه منطقه الجزاء بديل حمايه كامله، بيجي يطلع ياخد الكوره، رجليه بيبقى عامله كده ورافع رجليه وماسك عشان ايه نفسه. فاشترك مع النادي لعيب نادي الزمالك فوقع، فقال لك الحكم راح ضربه جزاء حسبها، حصل ضربه طوب، جمهور الزمالك اضرب في الامن، نزل الجمهور الناديين، المباراه باظت 71-72. يعني يمكن تاريخ ده مرتبط بكابتن الديبة بين اربع اهداف والفرقه الكبيره دي الاتحاد، وبين الماتش اللي اتلغى والماتش ما اتلعبش في الماتش ده. دي حادثه من الاولى من نوعها، متهيألي ما اتكررتش. ما حصلتش يعني، ما حصلتش. لا ما حصل بقى انسحاب بعد كده. كابتن فاروق جعفر وكابتن ايمن عبد العزيز لما دخل كابتن ابراهيم الموضوع تاني حسن، وفي اول ربع ساعه الحكم اشهر الطرد عشان ده كان قانون ضرب من الخلف، فاتلغى الماتش. يعني كان اكتر من لو كنا بقى على اتلغي كتير في كتير. لكن انا جبت بتكلم على الكابتن الديبة. أيوة. القيمه والقامه والتاريخ كلاعب، كحكم، ها، ككابتن في نادي مصر ده في بطوله 57. لما جه في 59 كانت البطوله الثانيه، واتعملت فين؟ اتعملت في مصر. انا الصوره دي كويس جدا احنا افتكرناها. كان ساعتها كابتن الفريق المصري الكابتن الجميل الخلوق رحمه الله كابتن حنفي بسطان. كابتن حنفي بسطان كان لعيب نادي الزمالك، وكان كابتن نادي كابتن مصر، وهنا بيرفع الكاس وبياخده من المسؤولين السودانيين الاشقاء في السودان. يعني احنا خدنا اول بطولتين افريقيتين، اول بطولتين 57 و59، دي يمكن اول بطولتين اتلعبوا ورا بعض. انا بتكلم على بطوله احنا خدناها. أيوه. مش اللي احنا اشتركنا فيها دي 57، تمام. لكن البطوله الثانيه بقى قلنا طب احنا عملنا الاولى فين؟ السودان. في السودان. نخش على الثانيه فين؟ مصر. في ارضنا ارض الكنانه. نخش على مصر، وجاوبوا بنفس الثلاث فرق، مصر والحبشه قصدي اثيوبيا والسودان. الله، ما فيش حتى منتخب رابع انضم في الدوري التاني. لا، بعد كده بدات بقى غانا تخش والفرق الافريقيه تخش والكاميرون، وبدا نوع من الحراك الرياضي. بس مصر مسيطره من البدايه، ودي حاجه محترمه مصر جدا. مصر هي الام، مصر هي الام. احنا بنقول مصر، وجوه القناه بنقول الاهلي هو السباق. الاهلي المصري هو السباق، كاس عالم انديه، حقيقي حاجات كتير. يعني سباقه، فمين السباقين؟ نخش برضه الاهلي والسباقين. المهم احنا لسه في 59 دلوقتي. احنا هنخش بقى، هنخش على 59. حلو. 1959 ادي التشكيله اهو، تشكيل جميل بقى، وكان فيه بقى الكابتن صالح سليم، الكابتن طارق سليم، الكابتن الشيخ طه، ها، الجهري، ها، كل اللعيبه الكبار، الشربيني، ها، يعني العظماء. يعني فرقه الاهلي في الفتره دي كانت عظيمه قوي. نجيب سبعه بيلعبوا على ثمانيه من النادي الاهلي بيلعبوا في منتخب مصر، والمباراه على ارضنا. طب بدات بيه بقى، شوف الصوره دي جايبه بالشكل الكاريكاتيري الاربع فرق. لعبنا مع اثيوبيا اول ماتش 4-0، جاب اول هاتريك الجوهري، جاب هاتريك، والكابتن ميمي الشربيني المعلق الجميل لاعب الاهلاوي الجميل جاب هدف. والجوهري اللي هو الجوهري بتاعنا احنا عارفينه، غير الجوهري الصغير كان في الزمالك، يعني أوكي. الجوهري اللي احنا عارفينه اللي وصلنا ايوه ده من عندنا من الحسين. يعني متربي من الحسين اجدع عليه الله يرحمه، الله يرحمه. فهو ما شاء الله كان جاب هاتريك، ده كان حاجه سابقه ثانيه ان في ثاني بطوله نحرص ايه هاتريك. الديبه جاب اربع جوان سوبر هاتريك، ثم هاتريك بقى هاتريك، والكابتن ميمي الشربيني جاب ايه؟ جول. خلص الماتش كام؟ كده 4 4 4 برضه 0. غريبه قوي ان اول بطولتين نكسب السودان 2-1 واثيوبيا او الحبشه 4 ايه 0 0. احنا لو ظبطينها مش هتيجي كده. بس حصل الانعكاس في بقى ان اول بطوله لعبنا السودان، ثاني بطوله اول ماتش لعبنا مين؟ اثيوبيا. الماتش الثاني كان مع مين؟ السودان. مع السودان. احنا بنحكي زي ما فيش هم ثلاثه واستاذ بعد الموضوع يعني هتضيق جدا. احنا بنجيب الحوار بشكل حكواتي كده حلو. طبعا. الناس بيبقاش شكل اكاديمي قوي. أيوة طبعا. في نوع من الحس الفكاهي يعني. فالمهم دخلنا على اثيوبيا 4-0، ها، وكنا مبهورين بقى. لعبنا فرقه السودان، وكانت فرقه قويه جدا، وكان فيها لعيب اسمه منزولا، حاجه وهم.
انا بحب السودان دوله شقيقه ومحبه طبعا لنا طبعا. والتاريخ كله مصر والسودان حته واحده زي ما بيقولوا يعني. فلعبنا السودان، السودان عملت ماتش عمرها، حتى الجورنان هيجي دلوقتي ان السودان تلعب ومصر تكسب. المهم كان الكابتن عصام بيجي رحمه الله كان بيلعب في المباراه دي وجاب جونين 1-1 النتيجه، وفاضل ثواني يقوم ايه عصام بيج يعمل دبل كيك عالميه كده وحصل الجون الثاني ومرافعين رافعين الايه الكاس. الله، دي في بطوله 59. مين يطلع يستلم الكاس؟ مين؟ القيمه والقامه للنادي الاهلي كابتن صالح سليم. أوه. يرفع يستلم الكاس، ها، ويستلمه من مين؟ المشير عبد الحكيم عامر. طب قول لي مفيش صور معاك لده؟ ايوه طبعا هتظهر دلوقتي 59. ايوه ادي الصوره كابتن شكرا للمخرج. الكابتن صالح السليم بيستلم من مين؟ المشير عبد الحكيم عامر. وجايبين احنا هنا النتائج، يعني في جورنيه هنا جايبين برضو نتائج وجايبين التشكيل. نربو زي ما جبنا 57 في تشكيل من فوق كده برضو 59 كل الفرق، لان فيها اهو. شكرا جدا. شوف هنا بقى النجوم كابتن عادل هيكل. الجميل بقى ان واحنا جايبين الصوره كده زي ما هي كده، كابتن عادل هيكل كان نجم مصر في والنادي الاهلي في الفتره دي، كان حارس يعني هو شال مصر من هزيمه ثقيله في الماتش الثاني. والبطوله الاولانيه كان برضو الكابتن عبد الجليل، عشان نعرف نتملي ان حراسه مصر حراسه النادي الاهلي بالذات، ها، هي الامل، حراسه الاهلي هي نمره واحد. فشوف التاريخ بيقول ايه. شوف هنا بقى التشكيل مين كل صالح، كابتن صالح سليم، كابتن طارق سليم، كابتن الجوهر، كابتن الشربيني، ها، ميم الشربيني، كابتن طارق سليم، ها، يعني الجوهر، يعني قيمه فرقة كلها اغلبها من النادي الاهلي 1959. وما زال الموضوع زي كده يعني لحد دلوقتي، يعني المنتخب بيبقى معظمه من النادي الاهلي. المنتخب مهما لعب ده تاريخ مستمر. طبعا هو الاهلي، واحنا في وقت النادي الاهلي محترمه بنقول ان النادي الاهلي هو يمكن نمره واحد في الذخيره، الداعم الاساسي لكل منتخب مصر في جميع الالعاب. الاهلي مؤسسه عظيمه، نرجع 100 وكام سنه، 113 سنه احنا بنتكلم في تاريخ في جميع الالعاب، الاهلي هو بيمد. رجعنا بقى مش بس نتكلم عن البطوله يعني او عن المنتخب، عايزين نتكلم عن افراد. يعني بما ان احنا دلوقتي شفنا لقطه كابتن صالح سليم، هذا يعني الشخص المعشوق من الجميع، ومش هقول الاهلاويه بس بجد، يعني من الشخصيات اللي فعلا لم يختلف عليها اثنين. فكلمنا اكتر عنه برضو في يعني مع المنتخب في الفتره دي تحديدا. الكابتن صالح سليم قيمه وقامه، كان قائد حقيقيا في الملعب. انت لما تكون شخص عادي في وسط اي مجتمع، في شركه، في اي، ها، ومحب للاخرين، الناس كلها بتتف عليه، هو عنده حته القياده، ازاي بيقود فريق، ازاي يقيد بعد كده نادي كبير بملايين بيشجعوه، ازاي بقى عنده كلمه، ازاي عنده مبادئ وقيم. لعيبه تمرد على اللاعب على النادي مع السلامه، لعيب بيحب النادي يقول له هاتوا يا كابتن، يا كابتن خطيب. طبعا كابتن خطيب مدرسه كابتن صالح سليم، كابتن صالح سليم وكابتن حسن حمدي، كابتن خطيب تملي بيقول كده، ها. فالناس دي يعني سبحان الله، ده امتداد. امتداد جميل قوي طبعا. يعني نرجع كده من ورا لقدام او نشوف كده صالح سليم، كابتن صالح سليم قيمه وقامه، كابتن طارق سليم، كابتن عبد الوهاب سليم، عائل السليم، حاجه اساس في النادي الاهلي طبعا. نخش كابتن حسن حمدي، شيل من كابتن صالح سليم وكان فريق النادي الاهلي وكان كابتن على كابتن خطيب. جه كابتن خطيب بيكمل طبعا الرساله، ده مش كلامي، ده التاريخ بيقول، ده واقع فعلا، والكابتن الجوهري بيقول. كتير جدا القيمه والقامه في اي فريق في اي مجتمع بترفع منه، ما بتقلش منه، بيبقى عنده قيمه. ازاي بقى لنا 50 سنه، هقول الاخيره يعني ان انا ادرسها اكتر، ازاي ماشيين بنفس السيستم الاخلاق والمبادئ والقيم؟ هو مش شعارات، لا، ده واقع احنا عايشينه جوه النادي. فلما ازاي اي مكان، اي قناه، اي مجتمع، جيب الكابتن صالح سليم علاقاته، ازاي ما رحنا نستلم جائزه الفيفا في جوهانسبرج، كان واقف ازاي قيمه وقامه، ازاي كان معايا مع الرئيس السابق في الاستاد القاهره، قاعد طبعا. رئيس النادي الاهلي، رئيس الاهلي قيمه وقامه. ده كلهم شخصيات كاريزميه جدا كمان، يعني كاريزما غير مسبوقه وغير متكرره، حاجه جميله، حاجه طبعا. احنا كل ما بنرجع اصل على الاصل دور طبعا، أيوة. ملوش ماضي ملوش حاضر، على الاصل دور فعلا. انا بقول معلش يعني هو الاصل ده اللي بيخلينا دايما نسعد بوجود حضرتك معانا، ان انت بتاخدنا فلاش باك للاصل فعلا طبعا. احنا تملي بنقول القيمه، بنحب زمان، تتكلم اي حضرتك يا سلام زمان، يا سلام الناس طبعا. فناخد الناس دي زمان، التاريخ زمان، القيمه، الافراد، الناس اللي بنحبهم، الناس اللي هم بالنسبه لنا يعني عايشين على مبادئهم، ها. والجميل بقى انك بتلاقي ان سبحان الله مسلسل ماشي
ما بتقدرش تقول حد مثلا مسك النادي الاهلي وحش، لا ما شاء الله كله. انا جبت انا اختصرت ثلاث اشخاص، لكن كل ما مسك نادي الاهلي ينطبق عليه كل التقدير والاحترام. بس انا جبت المدرسه المتشابهه جدا اللي هم تعايشوا. بس لسه عندنا كلام كتير هنقوله، يعني احنا لسه مخلصناش خالص، بس فاصل سريع جدا ونرجع نكمل كلامنا مع استاذ محمد. اهلا بيكم مره ثانيه. الحقيقه دايما كل مره بيكون منورنا فيها استاذ محمد صادق بنكون الى حد كبير بنسابق الزمن نظرا لوفره المعلومات اللي هو بيكلمنا عنها. شكرا. احنا وقفنا فين بقى؟ احنا وقفنا اول بطوله 57 59. تمام. الزمن نط بينا بقى نط غريبه قوي، دخلنا لما اول بطوله ناخدها بعد كده سنه كام؟ 1986. لا ثانيه واحده، ايه اللي حصل؟ ما احنا هقول اهو بعيد قوي. لا ايوه، ما احنا اللي حصل بقى في بطولات ما اشتركناش فيها. في ازمات 67، في 73، في انفتاح، في حاجات كتيره قوي. بس هو بيتكلم ده احنا كان في بطوله على ارضنا 74 وصلنا قبل النهائي وخسرنا بطريقه غريبه قوي. مره واحده الماتش اتقلب من هزيمه لمكسب. بس احنا عايزين الحاجه الايجابيه نتكلم عنها. يعني اول بطوله 57 و59، واول حاجه بعدها 86. يعني شوف بقى ما شاء الله حكموا 20 سنه وكام 30 سنه. 86 دي بقى بطوله بقى خرافيه من وجهه نظري. كان عندي 15 سنه وشاب فرحان بقى ومصر وبتاع، ورحت من الحسين رحت على استاد القاهره وحضرت الافتتاح. بنلعب مع السنغال اول ماتش وبتاع، فرقه جامده وواحد شكله رهيب كده اسمه بوكانجي، لعيب جامد قوي، وطاهر ابو زيد والخطيب ومصطفى، حاجه عظيمه يعني. طبعا. مره واحده الماتش مشي عكس، خسرنا 1-0، بكينا قلنا خلاص البطوله راحت مننا. دي رساله ان احنا ممكن يكون في الاول صعب وبعد كده نقدر نجتاز. طبعا. الماتش الثاني سحل العاد، ماتش رهيب الخطيب، كابتن الخطيب طبعا القيمه والقام، عمل كرة بالكعب والمدافع داخل نشره من تحت. يا ساتر. عمل كده الكابتن شوقي غريب، جاب الجول الاولاني، كابتن مصطفى عبده يرفع من الكورنر كره لولبيه جميله، كابتن جمال احمد الجول الثاني عليه رفعات، الله اكبر، بالمسطره ياما، نجوم نجوم مصطفى عبده كان سبب فيه. طبعا. الجول الثاني جمال احمد 2-0، لازم نكسب موزمبيق الماتش الثالث 2-0. هنا بقى الصوره، يعني دي الصوره كابتن فريق الذهبي مش رحمه الله كابتن ثابت البطل. انا كنت بحبه جدا. كلنا جدا كنا بنحبه، الرجوله في الملعب، المبادئ حاجات كثيره. مصطفى وعشقه للاهلي يا استاذ محمد كان لا يوصف. طبعاً. يعني يمكن كلنا عارفين القصه قبل وفاته بيومين، كان موجود والبطانيه الصوره الشهيره. كابتن ابو تريكه راح بس على دماغه ساعه الجون الزمالك 3-0، كان ساعتها الزمالك والاهلي على طول 4-3 خضر 4-2 كده. الماتش ده في 86 كابتن ربيع ياسين، كابتن ثابت البطل، كابتن مجدي عبد الغني، كابتن علي شحاته، كابتن الخطيب، كابتن محمد عمر، كابتن طاهر ابو زيد، كابتن حماده صدقي، يعني توليفه. كان من ساعتها بقى كابتن مايكل سميث ومساعدين مصريين معاه ماسكين المنتخب. جينا الماتش الثاني بقى اتغلبنا كسبنا 2-0 ساحل العاج، كان معاهم بقى مين؟ ما ادراك يوسف فوفانا، حاجه رجل اليسار الجباره. بعد كده موزمبيق لازم نلعبها 2-0، كابتن طاهر ابو زيد جاب جونين بقى 2-0 صعدنا. كابتن المغرب بقى العقده كانت كبيره عندنا ساعتها، المغرب كابتن طاهر ابو زيد حطها على شمال الكابتن بدو الزاكي من فاول جميل قوي. الزاكي ده كان برضو حارس مرمى عملاق، قيمه وقامه ومحب للمصريين، والى الان بيجي زياره للنادي الاهلي وحبايبه. والمصريين من الاجيال الاقدم كلهم عارفين قيمته كويس وبيحبوه. كابتن تيموم وكابتن ضلمي وكابتن خيري، فرقه عظيمه. في نفس السنه ديت هم شرفوا العرب ومصر في افريقيا. المغرب صديقه لمصر ومحبه لمصر. بعد الماتش اللي لعبنا المغرب وصلنا للنهائي. وصلنا مين تاني بقى؟ للكاميرون. ما ادراك روجي ميلا وكان ومنبك، فرقه بقى اللي برضه راحت كاس العالم وصلت لادوار متقدمه وعملوا شغل جامد. طبعا قبل النهائي وصلت الدور قبل النهائي. لما بقى روبرتو باجيو بقى، وما ادراك روبرتو باجيو ايطاليا في اخر دقيقه جاب التعادل. طبعا. البطوله دي بقى حاجه ليها دروس جميله قوي. 86 اولا كانت بطوله اتعملت في مصر وكان فيها بقى نجوم عظام. بص يا سلام، مصر كلها احنا كنا قاعدين في السنة وفرحه بعد غيبه سنين. يعني كابتن مين بقى رفع الكاس باسم كابتن مصر؟ الكابتن مصطفى عبده والكابتن الخطيب. والجميل هنا بقى حاجه حلوه قوي، ثلاثه نجوم وكباتن مصر عظماء، كابتن الخطيب، كابتن مصطفى عبده، كابتن ثابت الله البطل رحمه الله، خدوا قرار هم ثلاثه مع بعض الاعتزال دوليا. بعد ما خدوا الكاس قالوا احنا كفايه كده دوليا،
احنا هنكمل الثلاثيه ده ايه محليا، احنا مش هنقدر ندي ايه. شوف اللعيبه كان اعمارهم تقريبا قد ايه وقتها؟ ثلاثينات، ما كانش زي دلوقتي 37 و36 و37 اول الثلاثينات يعني 32 و33 دولي. قالوا مش هنلعب دولي، خدوا القرار مع بعض. هو كويس ان ده حصل، لان بعد كده احنا خدناها 98 بعد ده بقى بعد سنين طويله كتير. نهايه برضو احنا خدناها فين؟ في بوركينا فاسو بقى. بس برضو الفرق كبير يعني. ليه انا عايزه اروح للنقطه دي. في وقعات كتير. احنا في فرق، في مره عشان تصفيات كاس عام رحنا اشتركنا بالفريق الثاني وكنا بنروح، بيبقى في نوع من التدريبات اللعيبه في مشاكل. مفيش منتخب بيفضل ثابت على طول، بس غابت عننا سنين. وبعدين بقى هنرجع ل 2008 لا دي بقى حاجه ثانيه بقى. احنا نعمل حلقه بقى دي. ده كان حاجه الثلاثيه، ده كان دي حاجه، دي كانت حاله غير عاديه في مصر. معذور بقى الانترنت بقى والفيديوهات دي عايزه لها حلقه لوحدها. صحيح. لا دي فرحه شعب بابا. قعدنا 6 سنين فرحه مستمره. يعني من مصر لغانا لبوركينا، يعني رحنا كذا دوله، خدنا الثلاث بطولات ورا بعض بطريقه غريب. مصر كلها يعني ما كانش بقى في العتبه نغمه اهلي ولا زمالك ولا فرقه ثانيه، هي مصر. كابتن حسن شحاته، كابتن احمد حسن، كل لعيبه مصر، عماد متعب، كل لعيب بيحمل شهره مصر بيشيل من دماغه الانتماء. طبعا وعلى فكره الجمهور كذلك، الجمهور كان حاجه واحده. طبعا وانا ما اتكلمت دلوقتي عن التاريخ، كنا صغيرين بس بنروح الاستاد يعني. فاكره وانا ما كنت على التاريخ، مش جبت ان كابتن رأفت عطيه لاعب الزمالك الكبير، هو اول لاعب يحرز هدف في البطولات. لما جبت الكابتن عصام بهيجه رحمه الله، لما جاب الجونين كسبونا منهم جون عالمي، كانوا بيتكلموا ساعتها بيقولوا ان الكابتن عصام جاب جون دبل كيك، الجون الثاني ده وكنا البطوله هتروح مننا، السودان ضغط علينا وكانوا احسن مننا، لكن توفيق حالفنا وكسبنا ورفعنا الكاس ده في 59. احنا بنتكلم تاريخ زي ما قالوا هنا في القناه، بنتكلم تاريخ للتاريخ، ما بنتكلمش للافراد. التاريخ بنقول لعيب من الزمالك، من المحله، من الاتحاد. انا قلت على الاتحاد ايه؟ اشمعنى الاتحاد؟ لما جبت سيره الكابتن الديبه قلت كابتن عظيم، جاب 4 تجوان وكان بيلعب في نادي الاتحاد اللي كان كل موسم على مدار تاريخ النادي الاهلي قبل ما يبداوا الموسم الكروي يعملوا حاجه اسمها مباراه وحبيه. يعني ليه وديه؟ قبل يعني قبل لا ده سيستم ماشيين عليه قبل الماتش نفسه. يخشوا ويلعبوا. احنا علاقتنا بكل الانديه حلوه، فاتحين ايدينا لكل الناس، اللي بيجي علينا بقى بيخسر. حلوه البيئه يعني. بقى نختم بالجمله لا وفي حاجه قبل ما نختم ثانيه واحده. التاريخ بيقول احنا كسبنا يعني، واحنا فرحين كسبنا 5، احنا كام كسبنا 5 في العشرينات والثلاثينات؟ كسبنا 5. عندنا تاريخ الخمسات موجود في دوري القاهره ودوري كاس السلطانيه، عندنا كل ده. بس احنا الدنيا بنترفع، احنا بنترفع. تمام. احنا كسبنا ستات واربعات وثلاثينات واثنينات. ده احنا في فتره انا عشتها ما كنتش بتفرج على كوره، الاهلي هيكسب. فتره اللي هي بعد الالفينات 2003 2004 دي 2010 اي فرقه قدامنا ما بقاش فارقه معانا، مفروغ منها. هنقدر نكسب 4، هنكسب 5، هنكسب 6، ده اي لعيب. لو احنا جبنا نجوم من العالم كلهم، اهم حاجه المبادئ والقيم اللي في النادي اللي بتخلي اللعيبه تلعب باسمه. احنا عايزين حضرتك بقى تعوض لنا فتره الغياب اللي فاتت ان شاء الله، وان شاء الله تكون معانا قريب جدا عشان نكمل كلامنا في الموضوع. ده شرف ليا. احنا اللي بنسعد. نورتنا يا استاذ محمد والله، واحنا بنستمتع اصلا ان احنا بنسمعك كمان. بنستمتع معاك الطاقه الايجابيه كلها. احنا بنشكر حضراتكم على متابعتنا. حلقه انتهت، نشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.